طه ابو دقه بيشكركم قوي لتشريفكم لحفل المتواضع بمناسبه افتتاح فرعنا الجديد من سلسله مطاعم الغواصه في القاهره. يسعدني انكم تشاركوني في السحب على الارقام الفائزه بجوائز الغواصه. الفائز الاول رقم 36. 36 انا جاهلة. 36 مريم هانم حرم سياده اللواء شديد وجدي. منور يا سياده اللواء. مبروك يا هانم. الف مبروك. اتفضلي. الفائز الثاني رقم 19. 19 19 اهلا اهلا. ازيك يا 19؟ مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك. نتعرف على حضرتك. المهندس خالد دياب. مبروك مهندس خالد دياب. مبروك مبروك. اتفضل. الفائز الثالث رقم 65. 65 65 النبي. انت عارف انا عندي حساسيه في صدري من الدخان. ايه ده؟ ايه الدخان ده جاي منين؟ الزهر بيبلطوا فوق. بيبلطوا؟ اتفضل. لا لا اتفضل انت. اتفضلي. خلاص بجد اتفضل انت. يا فريدة! Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moment start. We're in a world our very own, sharing the love that oh. سعيد خليل 45 سنة تاجر عربيات. الخميس والجمعة بيقضيهم في اسكندرية عند مراته التانية. التنفيذ خلال 24 ساعة. Thank you.
العشاء. هم الأربعة اللي قدامي دول إيه؟ تكون بالك داخل على البوفيه خلاص على أكل كله. طب بسرعة بقى عشان بالشكل ده مش هفضل لنا حاجة. أوكي أوكي. جرى يا حبيب قلبي؟ مش لما تلغي أوردر العشاء تبلغني الأول قبل الدليفري بتاعنا ما يطلع؟ إيه؟ معقولة يا راجل؟ يعني مش تبعك؟ ده يظهر أخونا ده حبايبه كتير. أيوة تعشى براحتك يا حبيبي. يا ساتر يا رب. يا فندم. ايه الاخبار يا علي؟ تمام يا فندم. في فرقة بتنشط المنطقة كلها دلوقتي يا فندم. مين المجني عليه؟ المجني عليه اسمه سعيد خليل، تاجر عربيات. سيبدأ يا فندم من شكل العملية إنها مش عملية قتل عادية. مكان الطلق ونوع الرصاصة بيقولوا إن اللي عمل كده الواد إياه. الحساب يا فندم. معقولة؟ جايب الحساب بنفسك؟ امال دي الغواصه نورت بوجود سعادتك. ها ايه رايك في اسعارنا؟ اخر حاجه بالاكل عجبك؟ اصلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سر جديد. في البداية أحب أشكر كل المشاهدين على الإيميلات والمكالمات اللي جات لنا. كل واحد فينا عنده سر، السر ده يمكن يفضل مخبيه حتى عن أقرب الناس ليه، ويفضل السر جواه لغاية لما تيجي لحظة يبقى نفسه يعلن عن السر ده علشان يرتاح. برنامجنا بيوفر للضيف اللحظة اللي بينتظرها عشان يطلع السر اللي جواه، وفي إطار المحافظة على سرية شخصية الضيف. Thank you.
خير. اخيرا يا نوح حس بيا النهارده. فتح باب الشقه وقال لي مساء الخير، ازيك وحشتيني. طب والمصحف؟ قال لي مساء الخير. ويا ترى كنت حاسس بخطوره اللي كنت بتعمله؟ للاسف لا، كل اللي اعرفه اني كنت بقدم خدمات لغيري. والمقابل؟ تقصدي ايه بالمقابل؟ حضرتك اتسجنت 3 سنين في قضيه كسب غير مشروع، وبعد 6 شهور من خروجك قررت تكشف عن اسرارك؟ راجعت نفسي. راجعت نفسك ولا كنت منتظر التمن؟ من مين؟ من اللي سترت عليهم. ما كنتش منتظر منهم اي تمن. يعني فعلا في ناس انت متستر عليهم؟ ايوه. ناوي تقول اساميهم؟ ما تتكلم. ناوي تقول اساميهم؟ ما اقدرش، ما اقدرش. الى هنا تنتهي حلقه اليوم من برنامج سري جدا. هتوحشوني جدا. ميرسي قوي يا جماعه. ممكن تتفضلوا عشان الضيف يعرف يخرج. ميرسي. استاذ يوسف، انا مش فاهمه حضرتك جيت البرنامج النهارده ليه؟ عشان اعترف بالسر اللي جوايا. هو فين السر ده؟ انا اشتركت في تسهيل. حضرتك اتحكمت واتسجنت، يعني مفيش سر في كده. السر في اسماء شركائك. مدام هند، دول ناس كبار وكبار قوي، يعني اسرارهم مش بالسهل. استاذ يوسف، اوعى تكون جاي تستغل البرنامج بتاعي في ابتزازهم. شوف يا باشا، انا قتال اوتر وسيادتك عارف اني بقتل بالاوجر. من الاخر يا باشا، انا طول عمري عبد مطيع لسيدي وتجراسي. ومين سيدك يا عرف؟ القرش يا باشا، القرش. وشغلك ده كان بيتم ازاي؟ انا خدتها كعب داير من بلد لبلد ومن كفر لكفر ومن ناجع لناجع. كنت كل ما طب على منطقه جديده من دول اتخلي عيارين 3 في الجو. ذكرت تعرف بسيط عشان يعرفوا ان انا شرفت، وساعتها بقى اللي ليه مصلحه هيدور عليا. كانوا بيعرفوا لو مكتوب للنفر من دول يموت على ايد العبد لله يبقى خلاص ده قضاء، ودي بقى ما فيهاش فصال. هيلاقوني هيلاقوني. واتقبض عليك بعد كام عمليه عرف؟ 15 عمليه اول عن اخر يا باشا. يا نهار اسود، يعني بقيله 11. واتقبض عليك ازاي؟ غلطه يا باشا. الايه؟ عرفولي قمار. وقمار دي ايه عرفه؟ الله، سلاح المستورد. يوسف حسين، 57 سنة، خارج من 3 سنين سجن. ساكن دلوقتي في المعادن، دقيق جدا في مواعيده. الساعة 8 الصبح بالدقيقة بينزل من بيته، يروح على مكتبه في المهندسين. الساعة 3 بعد الظهر
بينزل من مكتبه يروح على النادي في المعادي. التنفيذ خلال 48 ساعة. شرطي بتقعد قد ايه؟ مش اقل من 10 دقايق. اقول لك يا باشا نكته وتاخد مناديل. بيقول لك مره واحد بخيل اتجوز واحده بخيله ما رضيش يخلفه عشان يوفره. خلصت حلقة النهاردة عشان اللحمة استوت. بصراحة أنا جوعت قوي. قتل يوسف حسين ده تحدي سافر للإعلام. ده بيفتح الباب على مصراعيه للهمجية للوحشية للإرهاب. يا فندم ممكن يكون يوسف حسين مات لكن البرنامج لسه بابه مفتوح. يعني إيه فاهمين؟ أنا ما زعتش كل اللي سجلته معاه. واللي ما زعتهوش ده يطلع كام حلقة؟ على الأقل حلقتين. قد كده الموضوع يهم حضرتك؟ ده رأي عام يا هند. يعني اعلن عن الحلقتين الجايين؟ وبقلب جامد كمان. عن اذن حضرتك. اتفضلي. ايوه. من الحلقة اللي جاية اعملوا حسابكم. الاعلانات 30 ثانية ب 30,000 جنيه. اعلنوا عن حلقتين. لا. خليهم 4 حلقات. ايوه. أسرار جديدة يرويها يوسف حسين المرحوم يوسف حسين. يوسف حسين شهيد أسراره. هو ده يوسف حسين، وسواء كان صح أو غلط فمش من حق أي حد في الدنيا مهما كانت سلطته أو سطوته انه يقتله لمجرد انه قرر يتكلم. لا ده قله معرفته احسن. تخيلوا فجاه كده لقيته بيقول لي لا. قلت له ايه؟ طه ابو دقه. يتقال له لا لا. لا
مهما كان السر اللي مخبيه يوسف حسين جواه، فمن القسوة والوحشية إن حياته تنتهي بالطريقة دي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أهو اتقتل أهو عشان الناس تتعظ وتفهم بقى. أقول لكم على حاجة، افتحوا البلوتوزات، هبعت لكم كليب نانسي عجرم. إنما كليب إيه؟ تجنن. اتفرج على نانسي أحسن، بلاش كلام فاضي. فتحنا البلوتوز ومفيش حاجة وصلت. ولا هتوصل. هو في حاجة بتوصل في البلد دي؟ وأوعدكم في الحلقات الجاية من سري جدا، هنكشف حقائق كتيرة في قضية يوسف حسين. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من سري جدا. هند الراوي، هند الراوي. نفسه يحقق حلم حياته ويكون دكتور. وده عمر، نفسه يبقى لعيب كوره جامد قوي. اكيد انا وانتو هنساعدهم في تحقيق احلامهم مهما كانت الظروف الصعبه اللي بيمروا بيها. هند الراوي. كات هو ده. شكرا. ايه اللي جابك هنا؟ احنا مش متفقين انك ما تجيش هنا غير الزبون وبس. حرصك الزياده ده بيقلقني. انا لغايه دلوقتي معيش رقم موبايلك. انت عايز تعرفه ليه؟ هتبعت لي اغاني؟ انت بقى خايف اتمسك؟ ها؟ او ما يقر عليك. تقر؟ اخصى عليك. يا ابني انا بس عامل حسابي انك لو لا قدر الله اتمسكت يبقى ما فيش اي حاجه بتربطني بيك. انما تقر؟ لا، انت اذكى من كده. يعني انت كل اللي يهمك انك تبقى في السليم، ها؟ انما انا بقى لو اتمسكت طوز. يا ابني طول ما انا في السليم هعرف اتصرف، وزي ما دخلتك مصر ورق مضروب
أعرف أخرجك منها. صحيح، أنت ما قلتليش أنت كنت عايز إيه؟ إيش معنى هند الراوي؟ سؤال غريب. وإيه اللي خلاه غريب؟ إنك أول مرة تسأل إيش معنى فلان؟ عشان شايف إن هي تستحقش القتل. مش مهم أنت تشوف، المهم إن فيه ناس تانية شايفة مصلحتها فقتلها. خالد، أنت إيه اللي جرالك؟ إيه؟ مش من حقك أقول رأيي؟ حقك؟ أول مرة أسمعك بتقول لي حقي وحقك. ما كنتش أتصور إن هعيش لحد ما ألاقيك واقف قدامي بلبسك الشيك ده اللي بالشيء الفلاني وتقول لي حقي. يا خسارة. فين خالد؟ ها؟ فين خالد اللي أول ما شفته في إيطاليا حبيته؟ خالد النقي الغلبان النظيف اللي ما كانش لاقي ياكل، اللي كان بيلبس هدوم مقطعة والبؤس والحرمان بيلالوا جوه عليه. خالد اللي أخدته بحب زي ابني وفضلت وراه لحد ما خليته بني آدم بيه ملو هدومه الغالية. انت بتعايرني؟ اخي عليك يا خالد، اخي ده انت ابني. يا ابني في أب يعاير ابنه؟ خالد انت عارف كويس اني بعتبرك زي ابني فعلا، عشان انا ما عنديش عيال ولا انت عندك أبهات. طب مدام بتعتبرني زي ابنك يبقى عشان خاطر ابنك بلاش هند. والابن اللي يعصى كلام ابوه يبقى ابن عاق. مش هقدر اقتلها. طه ابو دقه يتقال له لا لا. خلاص نشوف حد يقدر. بس خساره يا ابني، خساره حد غيرك يستفيد. انت اولى يا واد. لا انا ولا غيري. انا هعتبر نفسي ما سمعتش الجمله الاخيره دي عشان ما ازعلش منك. انت عارف ابوك زعل وحش. ولا قتل يوسف حسين هما برضو اللي عايزين يقتلوا هند؟ جايز. يبقى مش هما. مساء الخير. مساء النور. مين حضرتك؟ الرائد خالد دياب، أمن دولة. خير؟ الأستاذة هند راوي لو سمحتي. اتفضل. ثواني حندهلك. اتفضلي. يوسف حسين؟ بالظبط. يوسف حسين كان مجرد ضيف زي اي ضيف في حلقاتي، وانا قلت الكلام ده في التحقيق. ايه اللي جد؟ قلت لنا معلومات ان في خطر لحياتك. من مين؟ من اللي قتل يوسف حسين. ليه؟ يعني ممكن يكون عندك معلومات، اسماء، اسرار تضرهم. دي كانت مشكلتي مع المرحوم، لدرجه ان انا اتخانقت معاه لاني حسيت انه جايه بتزوم على الهوا. وعرفتي مين شركائه؟ خاف يقول لي. لحد ما نعرف مين شركائه انت حياتك هتبقى في خطر. والخطر ده على حياتي انا بس ولا في خطر كمان على حياه شادي وايمي؟ مين شادي؟ ابن ايمي اختي. هند، هو في ايه؟ مفيش حاجه ايمي، اطلعي انت دلوقتي اقعدي مع شادي. مفيش حاجه تستدعي الانزعاج ده خالص. يا سلام، حضرتك جاي لغايه هنا تقولي ان في خطر على حياتي وبعدين تقولي مفيش داعي للانزعاج ده؟ امال ده اسمه ايه؟ انا مش عايزك تخافي، انا عندي اوامر بحمايتك وحمايه اسرتك. وهتحمينا ازاي؟ ده شغلنا بقى. بس يا ريت من هنا ورايح تبقى تصرفاتك وتحركاتك بحساب واكون عارفها. وده تليفون مكتبي، كلمني عليه في اي وقت.
ايوه بس انا كنت عايز اعرف اذا يا فندم. تحت امرك يا فندم. تحت امر. هو شادي بيروح المدرسه الساعه كام؟ هو انت سواق جديد؟ شادي عيب، ده اونكل خالد. مشي يا عم السواق الجديد، واسمي خالد دياب، وانت؟ وانا اسمي شادي بدر الشيم. وزارع انكل خالد اللي متاخرين وشغل لي السي دي ده. ماشي يا عم. يعني مفيش حد هددها قبل كده؟ ما افتكرش، بس انا قلت لها كتير برنامجك ده يا هند خطر وهي مسمعتش كلام. الله يكون في عونها. مين؟ هند؟ لا، مراتك. اشمعنى؟ شغلك يعني بيبعدك عنها واكيد بتتضايق. على فكره انا مش متجوز. الله يكون في عونها برضه. مين اللي هتتجوزها؟ فعلا هتفضل قاعد في العربيه لحد هند ما تجهز. ما ينفعش طبعا. اطلع اشرب فنجان قهوه على ما هند تجهز. يلا بقى انا هعمل لك القهوه بايدي. ومين متعود يزوركوا هنا في البيت؟ تقريبا ما فيش حد، اصل هند بتعتبر البيت زي البرنامج. سري جدا وما بتحبش تستقبل حد فيه. هو جوزك مسافر؟ لا احنا منفصلين. ربنا يهدي سركم. لا 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 ما فيش سر بينا، احنا اتطلقنا خالص. خساره عشان الولد. ايمي 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 ايه مالك؟ واضح ان انا عامل لكم ازعاج جامد. لا مفيش ازعاج ولا حاجه. ايمي يا ايمي ثواني وراجع لك. كان لازم تديني خبر وتقولي لي انه هنا. يعني صحيكي عشان اقول لك انه موجود؟ مش احسن ما يشوفني بقميص النوم؟ مش عارفه ابص له بأني وش دلوقتي. بصي له من هنا بس بقى، مش بهزر. عاجبك كده؟ اهو مشي. بلاش عربيتي. اشمعنى؟ من هنا ورايح هتركب عربيتي، امان اكتر. الاستوديو منين يا صاحبي؟ اخر الكره حضرتك. شكرا. هي الهاني مفخخه ولا ايه؟ مش اي قنابل مسيله للدموع ولا حته جبنه رومي. عدي ربنا يوفقك. عدي اهدى يا حسن وفهمني ايه اللي حصل. الهاني مدام هند جايه وجايبه لنا بوديجارد معاها. لا وايه، وبيفتشنا تفتيش ذاتي كمان. هي حصلت شافت نفسها علينا يا استاذ. عليكم انتم. لا 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 يا هند يا هند يا هند يا هند ليه ده يحصل ده؟ ليه ده بتكره ده؟ حبر ده ولا جاف؟
لا يا فندم، الهدف طلع كاذب. انت تطلع بيت، انت بره. صوتك الرائد خالد دياب، امن دوله. امن دوله معايا انا بحبر الزمك. ينفع. يلا. ايه ده؟ انت واقفين كده ليه؟ واقفين كده ليه؟ بتتفرجوا على الحاوي؟ يلا يا سد، كل واحد على شغله. اتفضل يا خالد باشا، اتفضل يا خالد باشا على شغل. اتفضل 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 يا باشا. هو في ايه يا باشا؟ الداخليه يا ابني. مالها؟ بتلم الاقلام. اسمح لي قطعك، اسم عيلتك بيقول انك من عيله ليها تاريخ، عيله غنيه. الحرمان اللي انا اقصده مش حرمان الاكل والشرب، انا قصدي الحرمان من الاهتمام، الحرمان من الحنان. عشان كده فكرت تسافر؟ ايوه. ويا ترى بقى كنت محدد هدفك وانت مسافر؟ يعني هتروح فين؟ هتقابل مين؟ هتشتغل ايه؟ للاسف لا، عشان كده ضعفت قدام اول ايدي اتمدت لي. كانت اول ايدي اتمدت لي قطها ودقه، حكيت له حكايتي وصعبت عليه لدرجة إني شفت في عينيه دمعة ما شفتهاش في عيونه. وعوضك عن حنان الأب؟ أيوة. وتاني قرشين وفجأة اختفى، حسيت إن أنا من غيره ضايع. بعد 3 أشهر ظهر تاني بوش تاني كأنه ما عرفنيش، وقال إن مش فتح حكاية ولا سبيل. تخلص شغال أي حاجة. مشغلك؟ نادور جه وقال لي إن ظروف شغله كلها مشاكل وقلق، لأنه بيشتغل مع المافيا ومحتاج حد يحمي ظهره. موافق؟ كانت أول عملية، فضلت واقف أراقب من بعيد، لقيته مطلعوا سلاحه بهددوا طهاب القتل. ما حسيتش بنفسي اللي ماسك سلاحه بخلص عليهم كلهم. طبعا طه فرح بيا، والعملية الأولى جرت التانية في التالتة ولما جرى، ومن يوميها سماني كلاشينكوف. ياه، ببساطة كده قتلت؟ ما أنا قتلت قبل كده في الجيش، بس الفرق كان في حدود، إنما هناك مفيش أي حدود. خالد، 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 إيه في إيه؟ لا مفيش. زهدي بيه مصر يعزمنا على الغد عشان يصالحك. لا مفيش حاجة تستحق الزعل يعني. لا يا ما أنت لسه زعلان. طيب بلام، لا يلا بينا. يلا. ايوه يا ايمي، ايه الاخبار؟ تمام؟ لا اتغدي انت وشادي، انا هتغدى بره. لا لا لا، انا هتغدى مع خالد. طيب يا حبيبتي، اوكي، يلا باي باي. الله، فكره الغدا في الهواء الطلق فكره هايله. وبمناسبه الهواء الطلق يا خالد باشا، انا قصدك في خدمه صغيره. شوف يا سيدي، أنا اشتريت حتة الأرض وعايز مصر. أفتكر نخش جوه أحسن؟ الغدا في مكان مغلق فكرة عبقرية. أدي ميزة رجال الأمن، يعرفوا كويس قوي الفرق بين بره وبين جوه. وإيه الفرق يا أستاذ زهدي؟ فرق كبير قوي، مش يقول لك من بره 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 ومن جوه جوه جوه. سعد باشا، على فكرة الخدمة اللي أنا طلبتها من حضرتك دي مش ليا أنا شخصيا، دي الواحد صديق لي. جرأة يا زهدي بيه،
ده احسن خالد كده يفتكر انك عزم ومصلحة يعني ولا حاجة. لا كده انا اتفهمت غلط. اصل يا خالد باشا انا كلمت حسن باشا الصياد الموضوع ده وماني ما شاء الله. انا ما حبش ازعل حد فقلت بقى مفيش غير خالد باشا الجامد هو الخير والبركة في ذمتك مش عيب. عيب لا طبعا عيب. عيب ان احنا نعرف بعض من زمان يا راجل وما نسألش على بعض. طب اسأل يا زهد انت. سمعني صوتك اللي بحبه ده انت وحشني يا روح قلبي. ايه ده هي؟ يا سيدي هي. انت هاني انا مش مصدق عينيا. انا سعيد خالص اني شفتك. بصي انت في التلفزيون قمر بس على الطبيعة احلى احلى كتير. انا اسف يعني. لا ابدا ميرسي قوي. طه بيه نسيت اعرفك شفت الرائد خالد بيه دياب. انت يا زهدي تعرفني على خالد بيه دياب ده اشهر من نار على العلم. ده يا هانم ده احسن قناص في الداخلية. ازيك؟ احنا هنفضل واقفين كده ولا ايه؟ مش هتقعد عشان نتغدى مع بعض؟ ما انت عارف ظروف يا زهدي. بمناسبة نتغدى مع بعض الصحبة الحلوة دي كلها معزومة عندي في الغواصة. اتفق مع خالد بيه والهانم واديني خبر. باي زهدي. على اذنكم على اذنكم. اتفضل. على اذنك خالد بيه. على فكره يا خالد بيه قول للواء كمال ان العمليه هتتنفذ قريب قريب قوي. على فكره طه ده عشره عمر هو نشأ في حد صراحه بس فجاه ايه في ايه؟ شش رأيت خالد دياب امن دولة. الحشيش اللي معايا مش بتاعي. حشيش؟ الحشيش ده تقفلني في الحمام. عايز تحشيش حشيش في بيتكم. حشيش بكرامتك. حاضر يا فندم. وتخف ده. حاضر يا فندم. امسك دي امشي امشي. في ايه خالد؟ ابدا ده واد من خلية ارهابية كنا مسكناه قبل كده وافرجنا عنه. طب هو عمل ايه؟ يا باشا الواد بتاع الخلية الارهابية بتاعكم مش واقف. اعترف يا باشا عن مكان الخليه. ربنا يخليكوا لينا. ربنا يخليك يا ابني. ما شاء الله ربنا يخليكوا. ربنا يحفظكم لمصر. يلا عشان بالكسف. ايه ده انتوا حياتكم دايما في خطر. خليات ارهابيه ومشبوهين وضرب نار. هم اللي حكيت لك على فيتنام. هو ايه اللي حصل؟ دي المقاومه. ايه؟ فرد الكوتشي فرقعت. طب خليكي بقى للفرده التانيه تفرقع. طب انت مش هتكلمهم؟ هم مين؟ المديريه اللي كل شويه بتكلمهم. شوف البنات وتركزهم ده وقته. ايه يا خالد انت مش هتكلمهم؟ ايوه يا باشا. والنبي عايزين واحد كوريك. ايوه. وواحد ونش. بالظبط. معاك مفتاح صليبه؟ نجيب واحد احتياطي. والنبي بقى زود لنا واحد مفتاح صليبه. ايوه تاخدي حاجه معايا. وانت قلت لي على اسم المطعم اللي انا اتغدى فيه؟ مش فاكره. بتسال ليه؟ مفيش. هم هيتاخروا. هم مين؟ بتوع المديريه. تلاقي لجنه مسكتهم في الطريق. ايه ايش بقى؟ انت بتعمل ايه؟ امسح ايدي. ده فستاني. يا نهار اسود انا افتكرت فوطه زفره. الخليه انا قدامي طريقين
وهنقفشهم. طب هعمل لك الشاي. ودلوقتي يا باشا هيظهر لي طريق تالت. تفتكري مين مستفيد من موتها؟ معرفش. قبل انا وشفا. شادي معقوله لسه صاحي من النوم دلوقتي؟ يلا تعالى. ايه اللي صحاك؟ اوبا حماتك بتحبك يا عم. متجوز الاول يا امك خالد. مش اتجوز الاول يا امك خالد، شاور على اي واحده يا عم وانا اجوزها لك. هو انت ظابط ولا مأذون؟ لا مالكش دعوه، الصبح ظابط لكن بعد الظهر مأذون. يلا بقى دوق بقى اكلي. يلا ماما ام امك خالد انا جعان. وايه كمان الصبح يا عم خالد؟ وايه شادي عيب. لا احنا فينا من كده. طب خد اهو. ايه ده انت بتهزروا؟ طب اهو مش فاهمه ايه الالعاب دي اللي كلها اكل. ما عندكيش فلوس في البنك؟ مفيش غير حاجات عبيطه، كل فلوسي حطيتها في الشقه دي. يعني افهم من كده انك ما عندكيش اراضي عقارات؟ مفيش غير شاليه في الساحل الشمالي لسه بقسط تمنه لغايه دلوقتي. تسال ليه؟ بصراحه مستغرب، واحده في رقتك وفي طيبه قلبك وفي جمالك، مش عارف بصراحه مين اللي يكون عايز يعني مفيش اي حاجه. مفيش غير بوليس التامين على حياتي. اه بوليس التامين. بكام البوليس؟ 5 مليون. اه 5 مليون. وصالح مين؟ شادي. شادي طبعا. ايمي صفاتها مالك. انت بتبصيلي كده ليه؟ انت عايز تفهم اختي ان انا عايزه اقتلها؟ ايمي ايمي ايه اللي انت عملته ده؟ انت مش طبيعي، ازاي تفتكر ان اختي ممكن؟ اسف، بس مجرد وقوف ورا الباب حسيت ان هي بتصنت علينا. ازاي تفكر في كده؟ انا اسف، انا اعتذر لها بنفسي. انا جايه معاك. خليك، انا اروح اعتذر لها لوحدي. ملهاش يا حبيبي، روح انت كمل لها. امي انا اسف بس انا ما قصدتش خالص اللي انت فهمتيه ده. انا كنت عايزه انا ضحيت بكل حاجه عشان خاطرها. سبت اسكندريه واصحابي ونسيت نفسي ونزلت معاها القاهره مخصوص عشان اخد بالي منها. انا الناس اوقات بتفتكرني السكرتيره بتاعتها مش اختها. انا ضيعت عمري يا خالد عشان هي تنجح وتبقى مشهوره. الناس كلها بتجري وتقف تتصور معاها وانا لازم اخد جنب وابقى فرحانه ومبسوطه بيها وبنجاحها. لسه تتخيل ان انا ممكن اقتلها؟ انا اسف بس حكايه وقوفك ورا الباب دي ما غير عليك يا خالد. حتى من اختي ما
بحبك يا خير، بحبك. خالد الحق يا خالد. شادي شادي نادي المساعدة، شادي نادي المساعدة، شادي حبيبي عشان خاطري هات المساعدة، شادي شادي نادي المساعدة حبيبي عشان خاطري هات المساعدة، شادي حبيبي عشان خاطري نادي المساعدة، شادي نادي المساعدة. فكت بوزك. انا مش فاهم ازاي طوعتك تيجي المكان ده. ما انا قلت لك ما ينفعش اعتذر عن حفله خيريه انا اللي بقدمها، يقولوا عليا ايه؟ هن. ايوه يا خير. ثانيه واحده بس اروح الحمام. اوكي استنى. ايه في ايه؟ ما ينفعش تقف هنا لوحدك، خش استنيني عندكم في الحمام. ايه خالد مش للدرجه دي. خلاص بقى يبقى نروح. لا لا خلاص هروح معاك الحمام. يسعدني اني اكون ضيفة شرف الحفل الخيري ده للسنة التالتة، ويسعدني اكتر كم التبرعات اللي بتزيد بشكل ملحوظ لحساب الجمعية، وانا عن نفسي بتوجه بالشكر لكل من ساهم وكل من سوف يساهم في دعم رعاية جمعية الطفل اليتيم اللي لازم يكون بالنسبة لنا ابن ونكون بالنسبة له اسرة يحس معاها بالامان. ودلوقتي هنبدأ الحفل مع فرقة نجوم النوبة، وفي نهاية الحفل زي ما تعودنا كل سنة هنعلن عن مزاد على بعض المقتنيات الخاصة والثمينة لأعضاء الجمعية، زي لوحات فنية واسطوانات وبعض التحف الأثرية. وبالمناسبة أنا بشارك بالألم ده لأنه عزيز عليا قوي، لأنه أول ألم كتبت بيه أول حلقة من حلقات برنامج سري جدا. وشكرا. ممكن اتبرع للجمعية؟ طبعا. طب انا عايز اشتري القلم بتاعك. خلاص استنى المزاد. ليه؟ هو يساوي كام؟ هو 8000 جنيه بس عادة الناس بتدفع فيه اكتر عشان الجمعية. جمعية؟ طب لو قلنا 50000 جنيه يمشي؟ يمشي. حلاوة يا ايو حلواني، حلاوة يا ايو حلواني، حلاوة يا شربات، حلاوة يا ايو حلواني، حلاوة يا ايو حلواني، حلاوة يا شربات. We'll be right back.
انا؟ امال اسال مين؟ اسالي ايه ما اختي؟ اسكت بقى كفايه. مين المستفيد من البوليسه؟ مش ايمي وشادي برضو؟ نزلني نزلني. ليه كانت بتتصنط علينا؟ مش ايمي؟ وقفه ورا الباب واصرارها انك تيجي النهارده الحفله رغم اني حذرتك، ولا يوم المطعم ما قابلنا طه؟ طه؟ لقيته فجأة بيقول لي لا، قلت له لا، طه ابو دقة يتقال له لا لا. الله الله الله، خير؟ ايه اللي حصل؟ ابدا هند، وقعت قلت اجيبها توضب هدومها هنا. اوه ماي جاد، صوفيا صوفيا برفافوري برند لسينيورا الاباني، صوفيا هتوديك الحمام يا هانم. اتفضلي اتفضلي، الف الف سلام عليك، الف سلام. يبقى اختار رجالتك ده لو عندك رجاله. انت ايه اللي خلاك تجيبها هنا؟ انت مش خايف عليها؟ هنا امام مكان ليها. طب تحب اجيب لكم سريرين عشان تناموا هنا، ولا سرير واحد كفايه؟ لا مش مهم المكان، المهم انها معايا، وطول ما هي معايا ما حدش يقدر يلمس شعره منها. لا الشعره دي انا هسيبها لك يا حبيبي سوفونير، عشان تبقى حاجه من ريحتها. طه انا لاخر مره بحذرك، ابعد عن هند. وانا لاخر مره بقول لك خلي بالك عشان جاي وراك. انا يسعدني ويسعد مطعمي المتواضع ان ايد هند الراوي اتغسلت عندنا. ميرسي قوي. هاي خالد كلمتهم؟ ايوه يلا بينا. بينا فين؟ معقولة؟ لا لازم ناكل حاجة سوا عشان يبقى عيش وجمبري. معلش جات اكتر يا طه. ماشي يا خالد بيه، ماشي. سعادتك مفيش امر تكليف بحراسة المذيعة هند الراوي يا فندم، وبالبحث عن اسم المدى وخالد دياب لم يعثر على اسمه في ملفات شرطه سعادتك. ماشي يا اسماعيل. يعني ايه انا مش فاهمه؟ ده كان بيجي لنا البيت كل يوم، وكانت هند بتكلمه على مكتبه في الداخليه. عندك تليفون؟ اه هو كان سايب الكارت بتاعه. لا افتكرت، هند اخر رقم طلبها كان هو. ما نفضل قاعدين هنا، ما ينفعش المكان هنا بالذات، ممكن حد يشوفك. الو الو، مساء الخير. مساء النور. اكلم مرات خالد دياب لو سمحت. النمره غلط. يلا بينا. ايه ده؟ انت حلقت دقنك؟ شكلك كان احلى بالدق. ايه يا جماعه؟ احنا هنقضيها على السلم ولا ايه؟ اتفضلوا عندنا. لا 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 من فضلك، احنا لازم نمشي مستعجلين. ازاي ما يصحش الناس تزعل مننا برضه؟ اتفضل. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا دنور. يا سلام، لا مؤاخذه يا جماعه على الكركبه دي، معلش اصلي فريده بنتي فنون جميله. انت عارف بقى استاذ خالد. ايه؟ اتفضلوا اتفضلوا. يا سلام يا بتنور، والله بتنور. على فكره دي كمان قسم ديكور، وحلم حياتها انها تشتغل مهندس الديكور معاكم في التلفزيون، صح يا فريده؟ لا انا غيرت رايي، انا بفكر ابقى مذيع. ايه ما ينفعش؟ لا طبعا يا حبيبتي تنفعي، ده انت زي القمر. مذيعه ايه؟ طب اتفضلي حضرتك شوفي رسوماتها بنفسك واحكم انت بقى، مذيعة ولا مهندسة ديكور؟ على ما اعمل لكم انا القهوة بايدي. اتفضل. الظاهر في حد جاي لي، بعد اذنكم. مش دخل؟ هو انت اللي خليتيه يحلق دقنه؟ لا يا حبيبتي، انا اصلا ما كنتش عارف ان هو عنده دقن. هو
هو حضرتك بتسأل عن رائد خالد دياب؟ ايوه هو فين؟ انا لسه شايفه حالا نازل، هو المذيع اللي اسمها هند الراوي. بالظبط شفتهم؟ وانا بطلع الزباله. شكرا. طب ما تقعد تشرب حاجه. شفت رسم فريده حلو ازاي؟ ما هو باين. بني محوج انما ايه؟ تحويجه خصوصي علشان خاطر عيون هند الراوي. متشكرين قوي بس ما كانش في داعي تتعب نفسك. اتعب نفسي؟ ده كلام؟ هو احنا كل يوم بيجي لنا نجوم زيك؟ ده انت قمر يا ست الكل يا كيداه. على فكره البنت الجديدة اللي بتقدم برنامج خليك في حالك بتحاول تقلدك، بس تقلد مين يا باشا؟ أنا آسف يا جماعة. دل القهوة خير، خير جدا. ثانية واحدة أكون عامل لك واحدة تانية. لا 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 مفيش داعي، إحنا كده يا دوب. يلا يا هند. أنت ليه دلقت القهوة؟ كان غصب عني. لا انت كنت قاصد تدلقها. البنت دي بتحبك على فكرة، عشان كده دلقتها، مش عايزها تتعلق بيه. ده يا ستي تقدري تقولي الفيلا اللي كنت هبنيها. ما بنتهاش ليه؟ ايدك على 2-3 مليون. هو احنا هنقعد هنا كتير؟ ما تقلقيش لحد الامور ما تهدى. ايه ده؟ انا مش لاقي موبايلي. يبقى اكيد وقع منك واحنا بنجري. طب اعمل ايه؟ عايزه اطمن على ايمي وشادي. معلش حصل خير، تقدري تستخدمي ده. ميرسي. ايوه يا امي انا هند. انت فين يا هند؟ ما تقلقيش انا كويسه. المهم انت وشادي عاملين ايه؟ هند خالد طلع مش ظابط. هو جابك؟ ايوه. طب انتوا فين دلوقتي؟ انتوا ليه يا امي؟ انا مستمعاكي، السيجنال هنا وحش خالص. خليكي معايا ثانيه. ايوه يا امي معرفش الطريق كان كحل، ما كنتش مركزه. اكلمك تاني. انت مين؟
نفسه يبقى ضيف عندك في البرنامج، بس ما جاتلوش الفرصة. هو عاوز مني ايه؟ أحميك. من مين؟ من اللي عايزين يقتلوكي. اللي هم مين؟ معرفش. أمال إيه اللي تعرفه؟ اللي قلتهولك قبل كده يا هند، إن فعلا حياتك في خطر. طب ومبلغتش البوليس ليه؟ محدش في الدنيا يقدر يحميك يا هند. طب وليه قلت إنك ظابط؟ عشان تصدقيني. مفكرتش اللي ممكن أعمله لما أعرف إن أنت. كل اللي فكرت فيه إن أحميكي وبس، كانش يفرق معايا أي حاجة تانية. للدرجة دي أنا أهمك؟ أنا مستعد أعمل أي حاجة في الدنيا عشان تعيشي. هو ده اللي هيجنني. أنت فعلا أنقذتني من الموت، بس فجأة اكتشفت إني قاعدة مع واحد بقالي شهر وأنا معرفوش. أنت مش بتقولي في البرنامج بتاعك إن كل واحد عنده سر في حياته مخبيه عن أقرب الناس ليه؟ وأنت إيه هو السر اللي مخبيه؟ أنت أقرب الناس ليه؟ أنا من ساعة ما رجعت من إيطاليا مفيش حاجة مصبراني على الدنيا غيرك. كل واحد عنده سر جوا منه ومداري من حقيقة ومداريها عن أقرب الناس ليه. وانت أقرب حد ليه يا حبيبي، لو عليا كنت أقولك بس خايف. طلباتك كترت قوي. انا ما تعودتش ابقى بعيد عني. يا ست البوليس دلوقتي زمان مراقب البيت والصبح هيراقب التليفونات. طب يعني هنعمل ايه؟ مش هينفع اشوفهم. خدي كلمي ايمي وداني. مساء الخير. مساء النور. من شويه فتح لي شاب من عند حضرتك اظن ابن سعادتك. لا انا ما عنديش ولاد، انا بخلف بنات بس. ازاي بقى؟ انا متاكد كنت بخبط على الشقه دي، هو فتح لي من هنا. شقه الاستاذ خالد. ايوه الاستاذ خالد كان عندي هنا، هو والمذيعه هند الراوي كانوا بيشربوا القهوه عندي. على فكره المذيعه دي ظريفه قوي. لا سيبك من المذيعه دي خالص، ممكن بقى توصف لي الاستاذ خالد ده شكله ايه؟ هي دي يا باشا، بس بصراحة كانت أوضح من كده بكتير. دي قهوة؟ أيوة قهوة، أنا اللي عاملها بإيدي. وهو اللي دلقها؟ لا 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 لا، بصراحة هي اتدلقت منه غصب عنه. أنا عندي صورة تانية جوه، أجيبها لك؟ يا ريت. حاضر. هو عمل إيه بالظبط يعني؟ لا أبداً ولا حاجة، متخفيش أوي كده. أهي أهي، وكده شوية اهي يا باشا لقيتها. اهي اهي اهي، ايه رايك بقى؟ واضحه؟ فعلا واضحه قوي. خالد انت نمت؟ تردش عليا ليه؟ عشان عارف انت عايزه ايه. عايزه ايه؟ طبعا شفت الفيلا والعربيه قلت ده واد لقطه ما يتسابش، صح؟ لا امال ايه؟ كنت عايزه اقول لك ان مش انت لوحدك اللي عندك اسره مخبيه عن اقرب الناس ليك. يعني انا اقرب الناس ليك يا هند؟ تصبح على خير. نفسي اشوف نفسي في عينيك، ان انا صعبان عليك، كل
فات من عمري مات واتولدت انا بين ايديك. نفسي اشوف نفسي في عينيك ان انا صعبان عليك. واللي فات من عمري مات واتولدت انا بين ايديك. باشا منبه ان في حراسه 24 ساعه. هو انا هوصل شادي المدرسه؟ مع سعادتك. انا نازله المحل ده اجيب سندوتش الشاي. طب هاجي معاك. لا لا خليك انت ثواني وراجع لك. يلا يا شادي. عارف نمشي من باب الوراني. يلا ليه عاوز تقتلني؟ وديني قدامك اهو. اقتلني ولا ما ينفعش تقتلني هنا؟ ايه ده؟ انت جبت الكلام ده منين يا هند هانم؟ انت عارف ان خالد مش ظابط، ومع ذلك لما قابلته معايا قلت عليه انه احسن قناص في الداخليه، وانت خارج قلت له بلغ اللواء كمال اننا هننفذ العمليه قريب. ومن بعدها خالد ما بقاش على بعضه، ويوم ما حاولوا يقتلوني جابني على هنا وشكلكوا شديتوا مع بعض. انت عندك حق، بس نص كلامك صح ونص غلط. انا بقيتش عارفه ايه الصح وايه الغلط. الصح ان عارف ان خالد مش ظابط، الغلط ان عايز اقتلك. ده انت بنتي يا بنتي، قاتل بنتي. طب ليه؟ ده انا اللي نبهت خالد ان في خطر على حياتك، ولما قابلتكم في المطعم ما كانتش صدفه. لا انا كنت رايح احذره انهم خلاص ناويين يخلصوا عليكي. مين دول اللي قتلوا يوسف حسين؟ وانت عرفت منين؟ الله يرحمك يا جو، هو اللي قال لي قبل ما يموت. انت كنت تعرف يوسف حسين؟ طبعا، عز المعرفة. هو اللي قال لك انهم عايزين يقتلوني؟ ايوه. يبقى اكيد عشان قال لي على اسماء شركائه اللي اتستر عليهم، مش كده؟ ويا ريته ما قال لك. وانت ما بلغتش البوليس ليه؟
انت بتقولي ايه يا هند؟ انت عايزهم يخلصوا علي انا كمان؟ اشمعنى خالد؟ عشان خالد بيحبك. الله صحيح، وما جاش معاك ليه؟ ما انا رايحه له دلوقتي. فين؟ فندق صلاح الدين اللي في المهندسين، عارفه؟ شادي حبيبي وحشتني قوي. هند قلقتيني عليكي، كنت فين؟ كنت عند طه. انت اتجننتي؟ كان لازم اعرف علاقتك ايه بالراجل ده. وعرفتي؟ لا، بس اتاكدت انه يعرف مين اللي عايز يقتلني. وقالك على اسم اللي عايز يقتلك؟ كذب عليا وقال لي اللي قتل يوسف حسين. مش عارفك انه بيكذب، لانه فاكر ان يوسف قال لي على اسماء شركائه. وقالك ايه تاني؟ كان عايز يعرف مكانك، بس انا قلت له ان احنا قاعدين في اوتيل. أنا هريحك وأقولك على بيني وبين طه. أنا ما يهمنيش أعرف اللي فات، أنا اللي يهمني دلوقتي شادي وإيمي. خالد، أنا لو جرالي حاجة شادي وإيمي أمانة في رقبتك. اسبوعين واخرج من هنا وانت لسه ما نفذتش. ياه، شفت الايام عدت اوام ازاي؟ الايام بتعدي اوام على اللي بره مش اللي هنا. الله الله الله، ده انا بضحك معاك يا روح قلبي. ايه فيني دخلت نفسي السجن عشان اخرج من هنا الاقيه خلصت، اخرج الاقيها ماتت، اقفش البوليس، اسدد اللي عليا واقفشك حقك. لا، حق في جيبي يا حبيبي، ولا انت نسيت الشيك اللي كتبته لي؟ الشيك؟ الشيك حاليا ملهوش رصيد. وإن شاء الله هيبقى له رصيد. $1,000,000. لا اسف، 600,000 بس، لان هكون صرفت الشيك بتاعي. المهم ايه اللي مخرك؟ واحد ابن حلال الله يسامحه عطلني شويه، بس ما تقلقش هانت، وحياتك هانت. عامله نفسها بتحبك، متفق مع طليقها عشان يقتلوكي وياخدوا تمن البوليس. ايه اللي انت بتقوله ده؟ برضو بتدافع عنها انت؟ برضو طليقك مش اسمه بدر الشيمي؟ ما تنطعي خالد، بدر الشيمي بقى طليق انا، مش ادي بقى ابني. مش قلتلك مش انت لوحدك اللي عندك اسرار مخبيها؟ عيلة صغيرة، معرفش ازاي ضحك عليا اتجوزني. بعد الجواز ظهر على حقيقته، بتاع كاس وترابيزة، طلقنا بعد 6 شهور، بس انا كنت ساعتها حامل في شادي. بعد ما خلفت شادي نزلت انا وامي من اسكندرية، كانوا عاملين اعلان عن مذيعات بس كانوا طالبينهم انسات، اضطريت اكذب اقول انسة. من ساعتها بقى شادي ابن أمي. فكرت 1,000,000 مرة أن أنا أعترف بالسر ده، بس خلص الوقت كان فات، بقيت مذيعة مشهورة. عشان كده جاتلك فكرة البرنامج؟
كل واحد فينا عنده سر. السر ده يمكن يفضل مخبي حتى عن أقرب الناس لي. أنا لسه أقرب الناس ليك يا خالد. تصورش قد ايه انا ارتحت لما انت عرفت. يهمك يا حبيب قلبي، فداك كل ده فداك. هو صحيح حوض السمك ده كان غالي عندي قوي، بس انت اغلى. بلغ بدر الشيمي ان بوليس التامين انتهت، ومن النهارده انسى انك تعرف حد اسمه خالد دياب. يعني ايه؟ هتبطل؟ اعتزلت؟ ايوه. الدرجات دي بتحبها يا خالد؟ شوف يا ابني، انا مش هقف في طريقك. اوعى تفتكر اكمني طه ابو دقه يبقى ما عنديش قلب ولا احساس. لا، انا عارفك كويس يا واد، وحافظك صم. الانسان اللي توصلك للحاله دي يا بختها بيك. روح لها يا خالد، روح لها. ربنا يبارك لك ويحميك. بس قبل ما تمشي عايز اقول لك حاجه مهمه. طه ابو دقه يتقال له لا؟ يتقال له لا. ليه لا؟ تعالى في حضني يا خالد. متزعلش مني. ده انت ابني يا ابني. في حب في الدنيا مهما حصل يزعل من ابنه العبيط. سلام يا خالد. وما تنساش تسلم لي على عروستك وقول لها ابويا بعت لك البوسه دي. يا رب الناس ليا، محدش في الدنيا يقدر يحميك يا ابني.
عنده سر جوا منه ومداريني الحقيقة ومداريها عن أقرب الناس لي. وانت أقرب حد لي يا حبيبي، لو عليا كنت أقولك بس خايف. أيوة في عيني ان انا صعبان عليك.